مرحبا بكم طلاب الصف التاسع الأساسي. كنا قد تحدثنا عن الأفعال الناقصة كان وأخواتها، وقلنا بأن هذا الدرس هو مراجعة، وقد أخذنا قواعده من وتمارينه أيضا من كتاب الصف السابع الأساسي وحتى التسجيلات المتعلقة به. نظرا لأهمية هذا الدرس ولأن أسئلته تمر معنا وتمر أيضا قد تأتي في الامتحانات الرسمية، وليس هناك درس أو هذا الدرس غير موجود في الصف التاسع، فلا بد من مراجعته بهذا الشكل. طبعا في البداية تركنا أو وضعنا القواعد المتعلقة بهذا الدرس. قلنا بأنه كان وأخواتها أفعال ناقصة، وهي تدخل على الجملة الاسمية، تبقي الأول مرفوعا اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها، وسميت ناقصة لأن معناها لا يتم إلا بذكر الخبر، أي هي باسمها فقط، لا تشكل أو لا تؤدي معنى تاما، لذلك سميت أفعالا ناقصة. وطبعا حددنا وذكرنا هنا أخوات كان التي تعمل عملها. بعد ذلك تحدثنا عن كان وأخواتها، هل يمكن أن تأتي هذه الأفعال أفعالا تامة، أي تأخذ فاعلا ولا تعد ناقصة، يعني لا تأخذ اسما وخبرا. وقلنا يمكن ذلك إذا كانت بمعنى الفعل التام، يعني إذا كانت تدل على الحدث وتدل على الزمن في نفس الوقت، فتكون أفعالا تامة كما حصل في هذا المثل: عولج المريض فكان الشفاء. معنى الفعل كان يعني حصل، حصل الشفاء، ما الذي حصل؟ الشفاء. هنا الفعل ليس ناقصا بل هو فعل تام، يحتاج فقط إلى فاعل يأتي بعده، وهو ليس بحاجة إلى خبر كما يحصل عندما يكون فعلا ناقصا. وطبعا هنا ذكرنا بعض أو الأخوات كان والمعاني التي تأتي فيها عندما تكون أفعالا تام. بعد ذلك تحدثنا عن تقسيم الأفعال الناقصة من حيث التصرف، أي من حيث التصرف في المضارع وفي الأمر أو البقاء في صيغة الماضي. وقلنا بأن هناك أقسام، هناك عدة أقسام للأفعال الناقصة، منها ما يصاغ منه المضارع والأمر وذكرناها هنا، وقسم يتصرف في المضارع فقط، يعني يمكن تحويله إلى صيغة المضارع فقط، وقسم ثالث جامد، جامد يعني لا يتصرف، يبقى على حاله دائما، أي في صيغة الماضي. وطبعا هنا ليس وما دام هما الفعلان اللذان يلزمان هذه الصيغة. وكما قلنا يدخل الفعل الناقص على الجملة الاسمية التي أصلها مبتدأ وخبر، ولذلك نتحدث هنا عن خبر الأفعال الناقصة كيف يأتي. يأتي بنفس نوع خبر المبتدأ، يعني خبر المبتدأ كان يأتي اسما مفردا أي ليس جملة كما يحصل هنا، وجملة فعلية وجملة اسمية وشبه جملة، أي نفس أنواع خبر المبتدأ هو خبر كان وأخواتها. فقط للملاحظة بالنسبة لاسم الأفعال الناقصة، اسم كان وأخواتها، علينا أن ننتبه جيدا، كان وأخواتها هي أفعال ناقصة، يعني هي أفعال. بالنسبة للاسم الذي يعني يعطي أو يكون لكان وأخواتها، يشبه الفاعل إلى حد ما، يعني عندما يكون أو يأتي الفاعل مثلا ضميرا مستترا، ضميرا متصلا، أيضا خبر اسم الفعل الناقص يأتي بنفس الطريقة، يعني
يأتي ضميرا متصلا ويأتي أيضا ضميرا مستترا، يمكن أن يأتي بهذا الشكل. الآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس. أمامنا هذا النص الصغير، المطلوب أن نستخرج من النص الفعل الناقص واسمه وخبره بحسب الجدول. يعني نضع الفعل الناقص في الخانة الأولى، نضع الاسم في الثانية، والخبر في الثالثة، ونوع الخبر في الرابعة. إذا نظرنا إلى الجملة الأولى، كانت الدجاجة تعيش عند صاحبها مطمئنة. هنا الفعل الناقص هو كان. طبعا نقول كان لأن التاء للتأنيث، يعني لا داعي لها. أين الاسم المتعلق بكان؟ اسم كان هو الدجاجة، طبعا هو يكون مرفوعا. ومن الذي أخبر عن هذه الدجاجة؟ ما بها الدجاجة؟ تعيش. تعيش هو الخبر. ما نوع هذا الخبر؟ تعيش طبعا فعل مضارع، يعني والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. إذا نوع الخبر هنا جملة فعلية. نأتي إلى الجملة هنا الموجودة، وكانت تعرف أنه لا يمكنها أن تبيض أكثر من بيضة في النهار. هنا أيضا لدينا كان هو الفعل الناقص. من الذي كان؟ كانت طبعا لأنها في صيغة المؤنث. من هي التي كانت؟ دجاجة. إذا اسم كان أين هو؟ هي ضمير مستتر. كانت هي. ما بها هي؟ كانت تعرف. من الذي أخبر عن الفعل الناقص كان؟ تعرف. أيضا تعرف لدينا هنا جملة فعلية مؤلفة من فعل مضارع زائد فاعل ضمير مستتر. إذا نوع الخبر جملة فعلية. نكمل. فاقتنعت وصارت تمشي مزهوة. صار من أخوات كان أيضا. صارت، من هي التي صارت؟ هي. إذا الاسم الفعل الناقص هي ضمير مستتر. ما بها هي؟ تمشي. من الذي أخبر عنها؟ ما بها؟ تمشي. إذا تمشي أيضا فعل مضارع، يعني الخبر جملة فعلية. نكمل. وأصبح اسم الدجاجة على كل شفة ولسان. لدينا أصبح أيضا من أخوات كان، هو فعل ناقص. أين اسم هذا الفعل الناقص؟ أصبح اسمه. اسمه هو اسم الفعل الناقص. طبعا الدجاجة ليست الخبر. لماذا؟ لأن الدجاجة مجرورة وهي مضاف إليه هنا. أصبح اسم الدجاجة ما به؟ على كل شفة. هنا تم الإخبار عن الفعل الناقص، أنه أصبح الاسم على كل شفة. هنا اتضح المعنى بذكر حرف الجر والاسم المجرور والمضاف إليه. إذا لدينا جار ومجرور ومضاف إليه، يعني تشكل لدينا شبه جملة نوع الخبر. نكمل. ولكن الدجاجة التي لا تزال سيدة الحي. لا تزال أيضا، هي ما زال في الماضي، إذ يتصرف هذا الفعل في المضارع. لا تزال أيضا هذا فعل ناقص من أخوات كان. من هي التي لا تزال؟ نعود للدجاجة، يعني اسم لا تزال ضمير مستتر تقديره هي. لا تزال ماذا؟ يعني من الذي أخبر عن الفعل الناقص؟ أين خبره؟ سيدة. هنا سيدة الخبر. هل هو جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة؟ بالتأكيد لا، هو كلمة مفردة. نكمل هنا. وما فتئت تصرخ حتى أزعجت الحي. أيضا ما فتئت من أخوات كان. من هي التي ما فتئت؟ من؟ أيضا الدجاجة، يعني اسم ما فتئت ضمير مستتر تقديره هي. ما بها ما فتئت؟ تصرخ. من الذي أخبر عن الفعل الناقص؟ الفعل تصرخ، يعني الخبر هنا أيضا جملة فعلية. بالنسبة للسؤال الثاني، أدخل أحد الأفعال الناقصة على كل من الجمل الآتية محركا ما يلزم. طبعا لدينا جمل اسمية، كون الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية المؤلفة هنا من مبتدأ زائد خبر.
ندخل الفعل الناقص. الفعل الناقص عندما يدخل على الجملة الاسمية، قلنا يبقي الأول مرفوعا اسما له وينصب الثاني خبرا له. فلنلاحظ هنا ما زالت، أدخلنا الفعل الناقص ما زالت الطبيعة جميلة. المبتدأ بقي مرفوعا وأصبح لم يعد مبتدأ، أصبح اسم ما زالت ما زال، والخبر أصبح منصوبا ويسمى خبرا لما زال أيضا. الجملة الثانية، الجو هادئ. بنفس الطريقة ندخل كان على هذه الجملة، يبقى الأول مرفوعا يصبح اسم كان، وننصب الثاني فيسمى خبر كان. الفرج آت. هنا أدخلنا الفعل كان ولكن حولناه إلى صيغة المضارع. قلنا يمكن أن يتصرف في صيغة المضارع، سيكون الفرج آتيا. هنا الآتي طبعا اسم آت، هنا اسم منقوص، الاسم المنقوص إذا كنتم تذكرون إذا كان في حالة النصب تثبت ياؤه، يعني تعود تبقى الياء موجودة فيه، لذلك أعدناها هنا في حالة النصب كونها جاءت هذه الكلمة خبرا للفعل الناقص، ويكون خبر الفعل الناقص منصوبا. الربيع الجميل مقبل. هنا أدخلنا ما فتئ، ما فتئ الربيع الجميل مقبلا. هنا الربيع اسم ما فتئ مرفوع، طبعا الجميل ليست هذه الكلمة هي الخبر، الجميل نعت للربيع. من الذي أخبر مقبلا؟ هنا مقبلا طبعا تنوين الفتح هنا وليس الضم. مقبلا إذا هو خبر الفعل الناقص. بعد ذلك الجملة التالية، الأرض عطشة. أصبحت الأرض عطشة، أدخلنا الفعل الناقص أصبحت، وقلنا اسم الفعل الناقص يكون عادة مرفوعا، الأرض وكلمة الأرض مرفوعة، وعطشة خبر الفعل الناقص، طبعا لا تحرك لأن الحركة تقدر على الألف للتعذر. الجملة التالية، القمر مضيء. أدخلنا الفعل الناقص لا يزال في صيغة المضارع، والقمر بقي مرفوعا اسم لا يزال، ونصبنا الخبر مضيئا ليكون خبرا للفعل الناقص لا يزال. الجملة الأخيرة، الليل سواده شديد. هنا طبعا لدينا مبتدأ ولدينا مبتدأ ثان وخبر لهذا المبتدأ الثاني، يتشكل لدينا أو تتشكل لدينا جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية واقعة في محل رفع للمبتدأ الأول الليل. هنا أدخلنا على الجملة الفعل الناقص أمسى، فنقول أمسى الليل، هنا الليل بقيت أو بقي هذا الاسم مرفوعا وأصبح اسم أمسى. سواده شديد يبقى بنفس الطريقة، لا يتغير فيه شيء، أو هذه الجملة لا يتغير فيها شيء. لماذا؟ لأن الخبر أصلا هنا جملة اسمية، وهنا الخبر جملة اسمية، يعني الخبر عبارة عن جملة وليس عن كلمة لكي نحركها بالفتح. هنا نقول الجملة الاسمية سواده شديد واقعة في محل نصب خبر أمس. بالنسبة للسؤال الثالث، دل على اسم الفعل الناقص وعلى خبره في الجمل الآتية. ما كان المسافر عائدا؟ طبعا كان الفعل الناقص اسم، كان هو المسافر، وعائدا هو الخبر يكون منصوبا. الجملة الثانية، ما زال من الممكن نجاحه. هنا ما زال هو الفعل الناقص، الاسم الذي يكون مرفوعا هنا هو نجاحه. هنا تقدم الخبر على الاسم هنا. أين الخبر من الممكن؟ الجار والمجرور طبعا، لأن الاسم عادة الاسم لا يأتي شبه جملة، الخبر هو الذي يأتي شبه جملة. هنا إذا تقدم الخبر على الاسم. أضحى البلد آمنا، أيضا أضحى فعل ناقص، اسمه البلد المرفوع وآمنا هو الخبر منصوب. إن علينا أن ننتبه إلى هذه الجملة، ليس الجو بممطر.
هنا نلاحظ ليس هو فعل ناقص، الجو اسم ليس، وبممطر لدينا جار ومجرور، ولكن هنا سيمر معنا في الإعراب أيضا بممطر. هل نوع الخبر شبه جملة كون هناك جار ومجرور؟ كلا. بالفعل الناقص ليس يتميز عن غيره من الأفعال الناقصة بقبول خبره لحرف الجر الباء. ما معنى ذلك؟ يعني أصل الجملة ليس الجو ممطرا، ممطرا خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ولكن يمكن أن يتصل به حرف جر زائد، يعني هو هنا الباء. فكيف نعرب هذا الاسم؟ أو هل نقول عن هذه نقول عن هذه أو هذا الخبر نقول عنه بأنه شبه جملة؟ لا نقول عنه بأنه شبه جملة، بل نقول الباء حرف جر زائد بممطر اسم مجرور بالباء لفظا، يعني اضطررنا لأن نجر كلمة ممطر بسبب وجود حرف الجر، ولكنه في الحقيقة منصوب محلا، يعني محله من الإعراب هو النصب لأنه خبر ليس. هل هذا واضح؟ أصل الجملة ليس الجو ممطرا، ولكن يعني يمكن أن يتصل به حرف الجر فنضطر لجره لفظا فقط. هنا ليس لدينا شبه جملة بالتأكيد، لأننا في شبه الجملة إذا حذفنا حرف الجر لا يمكن تركيب الجملة، أما هنا إذا حذفنا حرف الجر تعود الكلمة أو يعود الخبر كما هو في حالة النصب، فنقول ليس الجو ممطرا. الجملة التالية: ما زلت منتظرا. هنا ما زال هو الفعل الناقص، هنا أين الاسم؟ هو التاء المتحركة الموجودة هنا، اسم ما زال، والخبر منتظرا منصوب هنا كالعادة. البحر منفك هائجا. هنا منفك الفعل الناقص، من هو الذي منفك؟ البحر. طبعا لا نقول عن البحر بأنه هو اسم منفك، لماذا؟ لأن البحر مبتدأ هنا، نقول بأن الضمير المستتر هو الاسم منفك العائد للبحر، وهائجا الخبر. ليس كل ما يعلم يقال، هنا الفعل الناقص ليس والاسم كل، وطبعا الخبر ليس ما، لأن الماء اسم موصول ولم تخبر، هنا الخبر يقال. لو قلنا ليس كل ما يعلم وتوقفنا ليس هناك خبر، من الذي أخبر؟ أخبر الفعل يقال هنا عن الفعل الناقص ليس. السؤال الرابع: حول الجمل الآتية إلى المثنى ثم أدخل عليها كان أو إحدى أخواتها. طبعا ما الهدف من التحويل؟ من تحويل الجملة إلى المثنى ثم إدخال فعل ناقص عليها. الهدف التذكير بعلامات رفع ونصب المثنى. طبعا يجب أن نعرف هذا الأمر كون هناك اسم يبقى مرفوعا وهناك خبر يصبح منصوبا، ونتحدث عن علامة الرفع في المثنى التي هي الألف، وعلامة النصب التي هي الياء. هنا الجملة الأولى: الجندي باسل. طبعا نحول إلى المثنى: الجنديان باسلان. المبتدأ والخبر كلاهما يكون مرفوعا، وعلامة الرفع في المثنى هي الألف ونون. أما عندما ندخل الفعل الناقص كان في هذه الجملة: كان الجنديان باسلين. هنا الجنديان اسم كان في حالة رفع، يعني يبقى كما هو، الذي يتغير هو الخبر، باسلان تتحول إلى باسلين. لماذا؟ لأننا أصبحنا نتحدث عن خبر كان، وخبر كان منصوب، وعلامة النصب في المثنى هي الياء. الجملة الثانية: التلميذ نشاطه واضح. في المثنى: التلميذان نشاطهما واضح. ندخل أيضا فعلا ناقصا، يكون اسم كان مرفوعا كما هو، ونشاطهما واضح،
يبقى أو تبقى الجملة هنا بنفس الطريقة. لماذا؟ لأن الخبر هنا هو جملة اسمية، يعني لا يتغير شيء، الخبر لا يزال جملة اسمية واقعة في محل رفع خبر لا يزال. الجملة التالية: النجمة منيرة. نحول إلى المثنى في حالة الرفع بإضافة ألف ونون، النجمتان منيرتان. أما عندما ندخل أمست التي هي من أخوات كان، يبقى الاسم مرفوعا النجمتان، ولكن منيرتان يتحول الاسم من حالة الرفع إلى حالة النصب، فبدل منيرتان نغير ونضع ياء ونون علامة نصب فتصبح منيرتين. الزهرة تنعش القلب. نحول أيضا إلى المثنى، الزهرتان تنعشان القلب، نضع ألف الاثنين بالنسبة للفعل، وندخل باتت. الزهرتان تبقى كما هي كونها اسم باتت، والاسم باتت يكون مرفوعا، وتنعشان القلوب هنا أيضا نلاحظ تنعشان يبقى الفعل كما هو لأن خبر باتت هو جملة فعلية. هنا يمكن أن نقول طبعا في المثنى تنعشان القلبين، إذا أردنا في المثنى تنعشان القلبين لتكون هنا تنعشان القلوب، أو أيضا القلبين يمكن أن تبقى كما هي ولا داعي لتحويلها للجمع. الطائرة محلقة. أيضا الطائرتان محلقتان بنفس الطريقة مع ألف الاثنين في حالة الرفع، وأصبحت الطائرتان محلقتين، فقط نغير الخبر، نحوله من حالة رفع ألف ونون إلى حالة نصب ياء ونون. هنا الجملة الأخيرة: الأسد سيد الغابة. الأسدان سيدا الغابتين، وليس الأسدان سيدي الغابتين. هنا نلاحظ سيدا هنا في المثنى حذفت النون من سيدا اللي هي أصل سيدان. لماذا؟ للإضافة. معروف في المثنى والجمع إذا جمع المذكر السالم إذا كان ما بعد المثنى أو الاسم الجمع المذكر السالم مضافا إليه، يعني إذا كان اسم المثنى أو اسم الجمع المذكر السالم مضافا إلى ما بعده تحذف النون منه من المثنى، وتحذف الواو والياء من جمع المذكر السالم. هنا ليس الأسدان سيدي الغابتين، أصلها أيضا سيدين فحذفت النون. السؤال الثامن هنا: استخرج من الجمل الآتية خبر الأفعال الناقصة واذكر نوعه. هنا كان في الدار صاحبها. أيضا سنلاحظ هنا الفعل الناقص كان، وأين الخبر؟ هل صاحبها أم في الدار؟ هل يأتي الخبر أو الاسم شبه جملة؟ لا يأتي. إذا لدينا شبه جملة هنا هو الخبر، تقدم الخبر على الاسم. لماذا؟ من حالات تقدم الخبر على الاسم التي وردت في الفائدة الموجودة في الدرس، إذا ارتبط أو اتصل بالاسم ضمير يعود إلى الخبر، ضمير يعود إلى الخبر. صاحبها لمن؟ صاحبها للدار، للبيت يعني. هذه الهاء إذا وجدت تواجدت في آخر الاسم يتقدم الخبر على الاسم. إذا هنا الخبر في الدار مؤلف من جار ومجرور، يعني شبه جملة نوعه. الجملة الثانية: أصبحت الطبيعة كئيبة. الفعل الناقص أصبحت، الطبيعة اسم، وكئيبة الخبر. طبعا كئيبة هل هي جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة؟ كلا، هي كلمة مفردة، فنقول عن هذا الخبر بأنه كلمة مفردة. ما زال الهدوء يسيطر. لدينا الفعل الناقص ما زال، أين الاسم الفعل الناقص؟ الهدوء. وأين الخبر؟ يسيطر. هذا الخبر هل هو كلمة مفردة، هل هو اسم أم هو فعل؟ هو فعل، معنى ذلك أن الخبر جملة فعلية. ما فتئ البحر أمواجه عالية. هنا ما فتئ الفعل الناقص،
والبحر الاسم، أين الخبر؟ ما به البحر؟ أمواجه عالية. لدينا مبتدأ ثان، مبتدأ لأن البحر المبتدأ الأول تحول إلى اسم ما فتئ. لدينا هنا مبتدأ أيضا، وعالية خبر لهذا المبتدأ. يتشكل معنا أو تتشكل معنا جملة اسمية. إذا نوع الخبر الذي أخبر عن الفعل الناقص هو جملة اسمية، أمواجه عالية. نكمل أيضا، أضحى الوطن في خطر. هنا أضحى الفعل الناقص، الاسم الوطن، من الذي أخبر؟ في خطر، جار ومجرور، معنى ذلك أنه شبه جملة. الجملة التالية، المواطنون لا يزالون ينتظرون الفرج. نلاحظ هنا يزالون اسم يزال، ما لا يزال، الواو الضمير، ما بهم؟ لا يزالون ماذا؟ ينتظرون، الذي أخبر ينتظرون الفرج. لدينا فعل وفاعل ومفعول به، يعني نوع الخبر جملة فعلية. نكمل الجملة التالية، ما برح الهدوء مخيما. ما برح، ما برح بمعنى ما زال طبعا، الاسم الهدوء والخبر مخيما. هذا الخبر هو اسم، كلمة مفردة، يعني ليس جملة اسمية، ليس جملة فعلية، وليس شبه جملة، نقول عنه كلمة مفردة. لم أكن مقصرا في عملي. هنا لدينا فعل مضارع ناقص طبعا، هنا لم أكن اسمه، لم أكن من، أنا ضمير مستتر، من الذي أخبر، لم أكن ماذا، مقصرا. مقصرا هنا هو الخبر، هو أيضا اسم، ليس جملة اسمية ولا فعلية ولا شبه جملة، هو كلمة مفردة. الجملة الأخيرة طبعا ليس، قلنا ليس يمكن أن يتصل بخبرها حرف جر. نلاحظ هنا هذا ما ذكرته في سؤال سابق، ليس المدافع عن حقه بجبان. هنا ليس الفعل الناقص، المدافع اسم الفعل الناقص، عن حقه ليس هو الخبر، هذا الجار والمجرور لا يخبر هنا، لأنه ليس المدافع عن حقه. وتوقفت، ماذا فهمت؟ الذي أخبر بجبان، أصل الجملة ليس المدافع عن حقه جبانا، ولكن هنا اضطررنا بسبب وجود حرف الجار، اضطررنا لجر هذا الخبر بلفظا، باللفظ فقط، أما محله من الإعراب هو نصب، هو خبر ليس المنصوب. ونوع هذا الخبر ليس شبه جملة، انتبهوا جيدا، كما قلت سابقا نوع هذا الخبر هو كلمة مفردة وليس شبه جملة، لأن هذا حرف الجر لا يركب هنا شبه جملة لأنه زائد هنا. وأكبر دليل على ذلك مثلا إذا حذفنا حرف الجر عن، مثلا هل يمكن أن تبقى كلمة حقه؟ لا يمكن، لأن هناك ارتباط بينهما. أما في حالة الباء، إذا حذفنا الباء يمكن أن نقول ليس المدافع عن حقه جبانا، يعني لا يتغير شيء، معنى ذلك أن هذا حرف الجر هو أدخل بشكل زائد غير مهم يمكن حذفه. السؤال العاشر الذي اخترناه أيضا من ضمن أسئلة الدرس، احذف الفعل الناقص من الجمل الآتية واضبط أواخر الكلمات بالحركات الملائمة. طبعا أفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية، على المبتدأ والخبر. طيب قبل دخول الأفعال الناقصة على المبتدأ والخبر، يكون عادة المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا، أما عندما تدخل هذه الأفعال كما يحصل في الجملة الأولى، كان المتسلقان قريبين، يصبح الخبر منصوبا. إذا حذفنا الفعل الناقص يعود الخبر إلى حالة الرفع، فنقول المتسلقان قريبان من القمة. الجملة الثانية، ما زالت المعلمات مخلصات. أيضا إذا حذفنا الفعل الناقص ما زال، يكون المبتدأ مرفوعا المعلمات، وهنا الخبر الذي كان منصوبا بسبب وجود ما زالت يعود إلى حالة الرفع، فنقول المعلمات مخلصات. الجملة الثالثة، ما برح جارنا وفيا. نحذف ما برح، والمبتدأ هنا أو اسم ما برح الذي كان سابقا يبقى مرفوعا، ولكن الخبر الذي كان منصوبا نعيده إلى حالة الرفع،
فنقول جارنا وفي. الجملة الأخيرة: لا يزال المزارعون يقطفون الثمار. هنا لا يزال فعل ناقص يحذف، المزارعون الاسم يبقى مرفوعا لا يتغير، ويقطفون الثمار أيضا بنفس الطريقة. لماذا؟ لأن الخبر هنا جملة فعلية، والجملة الفعلية موقعها من الإعراب في حالة النصب أو في حالة الرفع. يعني هنا كانت جملة يقطفون الثمار، طبعا هناك خطأ في الطباعة، هنا يقطفون الثمار وليس الثمار، يقطفون الثمار جملة فعلية واقعة في محل نصب خبر لا يزال. أما هنا يقطفون الثمار جملة فعلية واقعة في محل رفع خبر المبتدأ المزارعون. السؤال الأخير: أعرب ما أشير إليه بخط فيما يأتي. الطلاب لا يزالون في المدرسة، ليس المقامر بمحمود. الجملة الأولى طبعا، والثانية لا يزالون. لا يزالون فعل ناقص، ولكنه في أي صيغة؟ في صيغة المضارع. يعرب الفعل الناقص كأي فعل آخر، ولكن نقول عنه ناقص ويأخذ اسما وخبرا وليس فاعلا ومفعولا به. هذا الفارق. يعني هنا لا يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون هنا، وهنا من الأفعال الخمسة يزالون، اتصلت به واو الجماعة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو التي تكون عادة فاعل في الفعل التام غير الناقص هنا تكون بالفعل الناقص في محل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم لا يزال، تكون في محل رفع الاسم الفعل الناقص. ليس المغامر بمحمود، هذه الحالة التي قلنا عنها أنه يمكن أن يتصل حرف جر بخبر ليس، وهنا ليست شبه جملة أكيد بمحمود. إذا الباء حرف جر، محمود اسم مجرور بالباء لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. ما معنى هذا الكلام؟ بسبب إدخال حرف الجر الزائد على الخبر اضطررنا باللفظ، كون حرف الجر يجر الاسم، اضطررنا لفظا باللفظ أن نضع كسرة، ولكن في الحقيقة هنا هذا خبر ليس منصوب محله من الإعراب، لأنه أصل الجملة ليس المغامر محمودا. أتمنى أن تنتبهوا جيدا لحالة ليس بهذا الشكل. الجملة الثالثة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا. كن فعل أمر أصله كان، هو أيضا فعل ناقص، نقول فعل أمر ناقص، الفعل الناقص يبقى ناقصا في الماضي والمضارع والأمر، ويعرب كأي فعل آخر. فعل أمر ناقص مبني على السكون الظاهر، طبعا اضطررنا للتحريك، حرك بالكسر منع التقاء الساكنين. واسم كن ضمير مستتر فيه وجوبا، هنا وجوبا تقديره أنت، طبعا ليس هناك جوازا بفعل الأمر، كون الأمر يتوجه مباشرة إلى المخاطب، تقديره أنت. واكتسب ماذا؟ أدبا. أدبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والثانية للتنوين. الجملة التالية: لم أكن مهملا. لاحظوا هنا أكن سبق هذا الفعل بحرف جزم، يعني هو مضارع مجزوم، فعل مضارع ناقص، نركز على ناقص في كل الحالات، مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهر. واسم أكن، أكن من؟ أنا، ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. الجملة الأخيرة: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. هنا أيضا تكن سبقت، هذا الفعل سبق بحرف جزم، إذا تكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهر، واسم تكن ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. هنا أكلتك، من التي أكلتك؟ الذئاب. إذا الذئاب هنا فاعل للفعل أكلتك مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أتمنى أن يكون ما قلته شرحا وافيا ومفهوما بالنسبة إليكم.